سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم الكريم. ربنا أزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، سورة الزمر من السور المكية التي اتفقنا على أن موضوعها الرئيسي هو ولاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الآخرة كما كان وليا لهم في الدنيا. وده سر من أسرار وجود سورة الزمر بعد سورة ماذا؟ سورة صاد. فسورة صاد موضوعها ولاية الله للمؤمنين في الدنيا، سورة الزمر ولاية الله للمؤمنين في الآخرة. طيب، في الآيات التي أخذناها اليوم تأكيد على هذه المعاني. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم فاطر السماوات والأرض، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الآية تقرر حقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم بين عباده وأن حكمه عدل. والذي جعل الله عز وجل حكما بين عباده أنه هو الخالق الفاطر. الفاطر هو الذي ابتدأ السماوات، فاطر السماوات والأرض، الذي ابتدأ السماوات والأرض أو خلق السماوات والأرض. لكن كلمة فاطر فيها زيادة معنى، فالخلق قد يكون عن شيء سابق كقول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. فالإنسان يسمى خالقا أيضا لأنه يستخدم المواد الموجودة ويعيد تركيبها أو كذا. والله سبحانه وتعالى يخلق شيئا من شيء أيضا، يخلق الطفل مثلا من إيه؟ من أبويه، ويخلق الشجرة من الحبوب وهكذا. لكن خلق الله سبحانه وتعالى لا يقتصر على هذه الصورة، فهناك خلق من عدم، من اللاشيء. الله عز وجل حين يخلق من عدم يسمى فاطرا. فلذلك قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك، أنت الحكم، يعني الذي فطر والذي ابتدأ هو الذي يحكم. الآية دي معناها لخص في آية أخرى في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق هو الذي يأمر وينهى، الذي يأمر وينهى هو الذي خلق. فاستحقاق الله عز وجل الأمر والنهي جاء من أنه سبحانه هو الخالق لا خالق غيره، فهو يتصرف في ملكه، ولا يقال لمن يتصرف في ملكه ماذا تفعل. طيب، إذا قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، الأمر دوت إحنا بنفهمه في الدنيا بصورة تانية مصغرة، وهو إنه اللي اخترع جهاز هو اللي نقول له لما يبوظ نعمل فيه إيه، يقول لك وديه التوكيل، مش كده؟ ما تفتحش الحاجة، لا وديها التوكيل هم يعرفوا يتصرفوا. فدي صورة مصغرة، مثال
لما يجب أن يسري في حياتنا. نيجي إحنا بقى نعمل كده في كل حاجة في حياتنا ونيجي مع الله سبحانه وتعالى نقول لا مش من حقك إنك تأمرنا أو تنهانا أو في تدخل في حياتنا أو الدين مضايق علينا أو نقعد كده الشيطان يوعز لنا بأمور فنبوظ حياتنا. زي بالظبط واحد يفتح الجهاز اللي المفروض يوديه التوكيل ويقعد يجرب فيه فيفاجئ يقول له لا الجهاز حضرتك انت فتحته ولعبت فيه فانت كده تاخده وتروح بيتك تاني مش نعرف نعمل لك فيه حاجه. فده مثال صغير من الوضع اللي الناس فيه. فالوضع الصحيح هو ان تعطى الصنعات الى صانعها يتصرف فيها كيف ما شاء. الله سبحانه وتعالى أيضا يؤكد على هذا المعنى في سورته تبارك فيقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب أنت مش هتودي جهازك التوكيل إلا إذا كنت واثق في أن هذه الشركة ملتزمة، هذه الشركة فيها ناس محترفين، هذه الشركة فعلا بتصون الحاجة فعلا كذا كذا. فما الذي يضمن الإنسان أو ما الذي يعني يجعل الإنسان واثقا في ربه سبحانه وتعالى؟ فالآيات الآن بتؤكد على أنه الله عز وجل نعم هو الخالق وهو الحكم، اطمئنوا إلى حكم ربكم سبحانه فهو الحكم العدل. لذلك يقول أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يحكم بين عباده سبحانه فيجازي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته. إمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه يروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته قائلا اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لماذا تؤكد الآية هنا على فكرة أن الله هو الخالق وبالتالي هو الحكم وحكمه سبحانه وتعالى عدل؟ لأن احنا قلنا ان الخلق منقسمون في الدنيا والآخرة، منقسمون في الدنيا الى فريقين، فريق الإيمان وفريق الضلال، منقسمون في الآخرة الى فريق في الجنة وفريق في السعير. فما الذي قسمه؟ وهل هذه القسمة كانت عادلة او لا؟ فالآية هنا بتؤكد على ذلك وتقول إن هذه القسمة عادلة وأن هذه القسمة اختارها الناس لأنفسهم وإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. شيئا زي ما قلنا قبل كده نكرة تفيد الإيه؟ تحقير، يعني لا يظلم الناس أدنى شيء، أقل ظلم لن يحصل. إحنا كنا قلنا لحضراتكم قبل كده إنه الله سبحانه وتعالى يتعامل معنا بما نعقل نحن لا بما يستحقه هو من جلال وعظمة. بمعنى إن الله سبحانه وتعالى يكتب لك حسناتك وسيئاتك، الأرض كلها والسماوات والهواء ملك لله، ينطق ويشهد عليك، والله عز وجل يعلم من غير أن ينطق مخلوق من مخلوقاته أحوال عباده. لكن مع ذلك ربنا علشان يجعل كل إنسان مقتنع بمصيره في تطاير الصحف مش كده، وقبل تطاير الصحف في أحوال القبر، بعد أحوال القبر في السؤال والإجابة أو عدم الإجابة، وبعد كده في تطاير الصحف فيمين ويسار، بعد كده في ميزان. فأنت هتشوف كذا مرة، يعني كأنك بتاخد الامتحان أكثر من مرة وتتأكد من أكثر من لجنة في أكثر من طريقة إنك والله وزننا لك لأن الميزان مش نافع، سألناك في القبر ما جاوبتش، وزعت الكتب أخذت كتابك بشمالك، ما عديت على الصراط ما عرفتش، يبقى إذن إيه؟ بحيث
يدخل أهل النار النار وهم والعياذ بالله مقتنعين بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلمهم شيئا. فإذا قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. طيب ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، تتكلم الآية دلوقتي عن حال أهل الضلال في الآخرة. طبعا لما انقسم الخلق وحكم الله بينهم في الدنيا والآخرة ولا فريقا هو أهل الإيمان مش كده، وعاقب فريقا مش كده. طيب ما الذي أوصل الفريق المعاقب في الدنيا والآخرة إلى هذا المصير؟ فبتذكر الآيات الآن بعض أحوال أهل الضلال الذين انقطعوا عن ولاية الله في الدنيا والآخرة. ففي الآخرة هتبقى في الآية رقم 47 و48، في الدنيا في الآية 49 أحوالهم كانت عاملة إزاي. يقول الله تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، يعني لو ملك الذين ظلموا أنفسهم كل ما في الأرض من جبال وأنهار وذهب وزروع وثمار وفضة وياقوت ومرجان، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني وأضعافه معه، ثم خيروا يوم القيامة أيهما تختارون، النار ولا هذه الأملاك العظيمة؟ لك لا، خذ الأملاك فداء لنفسي. فقال لك ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه أضعافهم ضعفا لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. يعني الواحد منهم ينجو من النار وأموالي ومالي كله لا أريده. الآية كأنها تريد أن تقول للناس إن ما تملكونه في الدنيا وما عندكم في الدنيا لن ينفعكم عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة إذا لم تكونوا من أهل الطاعة، وإن كل ما في الدنيا لا يساوي ساعة في النار، وإنه مهما ملك الإنسان في الدنيا فلن يفيده ذلك شيئا إذا كان من أهل النار، فاجعلوا ما تملكون زخرا لكم عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي ظهر لهم من عقوبات الله وسخطه ما لم يكن في حسبانهم. ليه ظهر لهم أعمال لم تكن في حسبانهم؟ لأن غالب الخلق أو كثير من الخلق يتوهمون أن الاصطفاء الإلهي أو النعيم الإلهي عليهم في الدنيا يدل على اصطفاء. يعني يقول لك لو أنا وحش ما كانش ربنا وسعها علي في الدنيا، لو أنا وحش ما كانش بقيت كده جميلة والناس كلها بتحبني، لو أنا وحش ما كنتش أبقى الحمد لله كده مستريح أحسن من ناس كتير. فيظن أن القانون واحد، أن الدنيا أحواله فيها تكون الآخرة أحواله فيها تكون مشابهة لأحواله في الدنيا، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالخير والشر. يعني الفقير مبتلى والغني مبتلى، صاحب الجاه والمناصب مبتلى، واللي مش لاقي شغلانه وقاعد غلبان مبتلى، المرأة إذا كانت متزوجة مبتلى، غير متزوجة مبتلى، جميلة مبتلى، أقل جمالا مبتلى، الكل في بلاء. والله ينتظر من الكل أن يؤدي حق ما هو فيه، فإذا أعطاه الله خيرا كان حق خير ذوات الشكر، وإذا منعه الله أو كذا كان حق هذا المنع ماذا؟ الصبر. يبقى إذن وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لأنهم توهموا إنه الإعطاء في الدنيا يلزم منه إعطاء فين؟ في الآخر. وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما الذي سيبدو لهم؟ ما الذي سيبدو دون أن يكون في حسبانهم؟ إذا بقى
وبدا لهم سيئات ما كسبوا. بدا لهم مساوئ اعمالهم من الشرك والظلم والنهب والسرقة والكذب والإيقاع بين الناس و و و و وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، كانوا يستهزئوا به بالمؤمنين، بأنبياء الله، برسل الله، بآيات الله، بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بآيات القرآن. ده حاصل يا جماعة في كل وقت. يعني شوف لما الآية هنا تقول لك وحاق بهم ما كان به يستهزئون، يبقى دايما في ناس موجودين لن تخلو الأرض منهم بيستهزئوا باستمرار. فعل مضارع يدل على التجدد والتجدد والحدوث. فإذا على طول هيبقى في ناس تستهزئ بالدين، بالقرآن، بالسنة، فما نتخضش، ده طبيعي. الناس كتير دلوقتي آية مش عاجباه يقول لك يأولها بمزاجه، أو يقول لك إيه الكلام ده، أو حديث مش عاجبه يروح على طول يقول لك إيه الحديث ده، أو يطعن في أئمة الدين اللي نقلوا هذا الحديث. هل إيه الجمل يعني ممكن نرد عليهم فيه؟ أنا سبارة حديثة إيه اللي يعني ليه ربنا بيصلي بيت منها نصلي على رسول يصلي وربنا ليه يعني الصلاة على رسولتي ليه؟ ربنا عايز الصلاة دي ليه؟ ليكي، ده دواء هذا دواء القلب والعقل والروح. زي بالظبط كده مع علماء ال طبعا يعني ده مثال مبتذل شوي، لما يقول لك انت ايه عشان كده تعطي نفسك ايحاء يعني كويس، قول انا كويس مثلا او كده. فهو الالفاظ ثبت علميا ان النطق هذا يؤثر في الانسان. فلذلك احنا مأمورين ان احنا نسمع انفسنا القراءة، يعني زي الشيطان بالظبط يوسوس للانسان، وهذه الوسوسة داخلية. ها احنا مأمورين احنا ندفع هذه الوسوسة بكلمات، هذه الكلمات نقول فيها الله أكبر فنردد الأذان، نقول فيها الفاتحة بصوت عالي، ندعو فيها ونسمع، يعني كأن بدل ما الشيطان يوسوس لنا إحنا اللي بنوسوس له عشان يمتنع عن الوسوسة. مأمورين فيها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فده دواء. مش ربنا لا عايز حاجة ولا الرسول عايز حاجة، هذا لنا نحن، دواء لنا نحن حتى نطرد الشياطين عنا بالصلاة على النبي، بذكر الله، بالتهليل. فالدواء نحن كده. إذا كانت الأخت دي مؤمنة بوجود الشياطين والجن والأمراض القلوب والنفوس فالأمر سهل، لو مش مؤمنة بالحاجات دي بقى دي مشكلة تانية. فإحنا تركيبتنا كده. حتى فيزياء الكم دلوقتي أثبتت أن الإنسان طاقة أكثر منه مادة. انت الذرات بتاعت الجسم ديت كل ما تكبري وتنزلي تكبري وتنزلي تكبري وتنزلي تكبري وتنزلي تكتشفي انه جوه ما فيش حاجه. يعني الذرات دي خشي جوه ذره منهم كبري هتلاقي جوه كواركات، هاتي كوارك منهم انزلي جوه مكون من ايه، تلاقي موجات. فاحنا موجات مكثفه، او زي ما احنا علماءنا قالوا كده، الإنسان هو عبارة عن معاني مكثفة. يعني الخليط كده ومزيج اتحط في خلاط من الإيمان بالله، من الإيمان بالرسول، دي كلها معاني، من العلم، من القدرة، من الإرادة، من السمع، من البصر، من الحياة، من الحقد، من الحسد، من ما ده كله إيه اتحط في خلاط واحد طلع منه الإنسان. فالإنسان هو عبارة عن معاني في الأساس، معاني. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فالإنسان هو عبارة عن معاني، هذه المعاني مكثفة بحيث ترى. عشان كده علماءنا بيقولوا إنه الأعراض أو الصفات الإنسانية دي بترى في الآخر،
من النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل اللي هو تزوج اثنين ولم يعدل بينهما، يقول يأتي يوم القيامة وشقه مائل. يعني معنى الظلم ايه؟ بقى ظاهر، الباطن بقى ايه؟ ظاهر، مش كده؟ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ايه؟ وجوههم مسودة. فبدل ما المعاني باطنة بقت ايه؟ ظاهرة. فالمعاني يوم القيامة تتجسد وتتكثف ونراها، مش يوم القيامة، في الدنيا كمان اللي ربنا بيفتح على بصيرته، لا وفي مش في الأحلام بس. بالضبط كده، بالضبط. فإذا الأخت دي يقال لها في الذكر ده، أو الأخ الرجل الكبير ده، نقول له الذكر ده هو دوائك، والدواء مش شرط لما تاخده تعرف تركيبته، مش كده؟ يعني هل احنا اي دواء بناخده بنعرف هو مركب من ايه او ايه تأثيره بالظبط؟ قد نعرف، قد نعرف، لا اشكال، لكن في كل الاحوال ايه؟ لازم هناخده. احنا دلوقتي مش عارفين ايه معنى الصلاة على النبي، ولا ايه فايدة الصلاة على النبي، ولا حاسين باثر للصلاة على النبي، ولا شايفين ليها فايدة، ولا 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 ولا. نقول لك خد الدواء، وبعد شوية انت نفسك تيجي تقول يا حلاوة الدواء ده، لما تشعر بايه؟ لما تشعر بأثره في نفسك. فهو بس ياخد الدواء، نقول له الذكر ده الدواء بتاعك. طيب، يبقى وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. طيب، ماذا كانت أحوالهم في الدنيا؟ فإذا مس الإنسان ضر، شأن كل إنسان وخاصة يعني الصفة دي بتبقى أظهر وأوضح في الإنسان غير المؤمن، فإذا مس الإنسان ضر دعانا، دعانا، ثم إذا خولنا دعانا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى متذللا، يا رب ارفع عني هذا الضر. طيب، ثم إذا خولناه نعمة، أعطيناه نعمة ورفعنا عنه هذا الضر، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. يبقى من أبرز صفات أهل الضلال في الدنيا الذين لن يوليهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولا في الآخرة، إنهم بيغتروا بما أعطاهم الله من نعم، الاغترار بما أعطانا الله من نعم، نظن فيما أعطانا الله الاستحقاق. أنا ربنا أعطاني فلوس كتير، أنا مستحق لهذا. أو الاغترار هنا يكون بمعنى أن الواحد يستخدم هذه النعم في غير مرضات الله ويظن أنها دائمة متأبدة لن تزول ولن تحول، والواقع أن الله يعطيك الآن وقد يأخذ منك بعد ذلك. لذلك قال بعد ذلك أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالأمر متعلق بإيه؟ بالمشيئة، مش متعلق بكونك تستحق أو لا تستحق، مش متعلق بيك أنت كمخلوق، وإنما متعلق بمشيئة الخالق سبحانه وتعالى، ومشيئة الله لا تحدها حدود. يعني ما فيش حد واخد عهد ولا ميثاق على الله إنه يعمل حاجة معينة، لا يسأل سبحانه وتعالى. بإذن إيه؟ فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. زي مين الكلمة دي تفكركم بمين؟ قال إنما أوتيته على علم، قارون، مش كده في سورة القصص لما قال إيه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. فهو الإنسان قارون بقى ده نموذج متكرر. عشان كده احنا نقول لحضراتكم دايما إن قصص القرآن مش حكايات بتروى، لا، القصص القرآن ده عبارة عن نماذج إنسانية متكررة. التاريخ قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مليان قصص وحكايات، وفي من الأنبياء والمرسلين 24,000 رسول ونبي وشوية، تمام؟ مش معنى الأنبياء دول، مش معنى القصص دي بالذات، لأن هذه هي النماذج المتكررة. يعني دايما في قارون، دايما في فرعون، دايما في أصحاب السبت، دايما في موسى، دايما في اللي زي سيدنا يوسف،
دايما اللي فيه زي همان، دايما فيه اللي زي مرات العزيز، دايما اللي فيه زي العزيز، دايما اللي فيه زي أصحاب الكهف، دايما اللي فيه زي كذا. في كل عصر دول إيه موجودين. فالقصص دي بتمثل لنا جميعا معالم هادية. ماذا نفعل؟ لأن أنت النموذج ده حصل قبل كده، فاحذر نهاية أهي قدامك. عارف أنت لما يتقال لك أنت الطريق ده هيوديك الحتة الفلانية فترجع من البداية. يبقى إذن فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. بل هي فتنة. إيه هي الفتنة؟ ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى أو ما منعهم الله سبحانه وتعالى. يعني في الأول كان فيه ضر، ده كان فتنة، وبعد كده أعطاه ماذا؟ نعم برضو فتنة، كقول الله سبحانه وتعالى إيه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون لماذا؟ لأنهم مستدرجون. والإنسان لما بيكون مستدرج بيبقى واخد في وشه وماشي في طريقه مش عايز حد يسمع حد. لذلك أسوأ حاجة ممكن تحصل للإنسان إنه يبقى مكتفي بذاته. أنا يا جماعة مبسوط قوي كده، لا حد يقول لي افعل ولا تفعل ولا حد ينصحني ولا حد مش عارف كذا، أنا مقتنع بالعمل. ده إنسان يعني إيه كأنه كده في نفسه إله صغير، إله نفسه كده. لا، الدين نصيحة، كلنا ممكن نغلط، كلنا ممكن نتراجع، كلنا ممكن نعتذر، كلنا ممكن نعمل صح أو غلط، كلنا كلنا كلنا. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني الكل ينصح، مش حد فوق النصيحة. طبعا لله ولرسوله احنا مش هنروح ننصح الله ورسوله، لكن ننصح بالله، نذكر بالله وبرسوله وبكتابه. لمن؟ يا أئمة المسلمين وعامتهم، يعني كل الناس. فإذا مفيش حد فوق النصح، مفيش حد فوق الخطأ، مفيش حد معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والمرسلين. إذا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ده نموذج متكرر. الذين من قبلهم قالوا مثل قولهم، فما الذي حدث لهم بعد ذلك؟ هل أغنى عنهم ما كسبوا؟ هل استهزاءهم نفعهم؟ هل كفرهم نفعهم؟ لم ينفعهم. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أو الكسب هنا معناه ما أعطاهم الله في الدنيا، لأن الواحد الذي يغريها الاستهزاء والكفر بالله الجاه، المكانة، الأموال، العز، النعيم، ده بيخلي الواحد يتجرأ. فأنت الآن هذا إذا كان في الدنيا دفعك للاستهزاء والكفر بالله أو معصية الله لن ينفعك في الآخرة. فما أغنى عنهم، ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، يعني لم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئا. فأصابهم سيئات ما كسبوا. السيئات أصابتهم، هي السيئات بتصيب ولا جزاء السيئات ولا يصيب؟ الجزاء. فأصابهم سيئات ما كسبوا، يعني جزاء سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء، قانون واحد بقى، يعني قد قالها الذين من قبلهم فحصل معهم إيه؟ لم يغني عنهم وإيه؟ وجوزوا بما فعلوا. طيب هؤلاء اللي موجودين حاليا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا القرآن ويزعلهم القرآن، القانون واحد،
مش في البداية الآيات قالت إن الله حكم عدل؟ من مقتضيات العدل سبحانه وتعالى إنه الإيه يبقى فيه تساوي. فإذا كان هذا حال من قبلهم فهذا سيكون حالهم إذا لم يرتجعوا وإذا لم يرجعوا عن غيهم. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء الموجودين من كفار مكة سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين يعني ما هم بفاعلين فعلا يعجز الله عن عقوبتهم. يعني هل يعجز الله سبحانه وتعالى عن عقوبتهم؟ هل يستطيعون التملص والتخلص من عقوبة الله بحيلة مثلا؟ أبدا. فالله لن يعجز عن أن يفعل بهم ما يشاء. كم فئتين مختلفتين؟ يعني اللي أصابهم سيئات ما كسبوا غير الذين ظلموا من أهل. ما هو فأصابهم سيئات ما كسبوا، الحديث هنا عن إيه؟ عن الذين من قبلهم الذين ظلموا من هؤلاء الموجودين. الموجودين فهو الآيات بتاخد عبرة من الزمن الماضي ممن كذب بالمرسلين وممن لم يستخدم ما أعطاه الله في طاعة رسل الله، ده حصل معهم كذا. خلاص انتم الموجودين حاليا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودين في كل عهد ممن يستمع لهذه الايات، القانون واحد. عشان كده احنا قلنا انه ايه، كاني واقول له الطريق اللي انت ماشي فيه لنهايته كده، حصل قبل كده. فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. طيب اذا الايات الان بعد ما اتكلمت عن إنه الله سبحانه وتعالى حين يقسم عباده إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، أو فريقين، فريق الضلال وفريق الهداية، ويوالي أهل الهداية ويوالي أهل الجنة، هو إنما يفعل ذلك منطلق أولا أنه خارق، ويفعل ذلك بعدالة تامة لا يشوبها ظلم. ثم ما حال أهل الضلال في الدنيا والآخرة؟ لماذا لم يواليهم الله سبحانه وتعالى؟ فتحدث عن أحوالهم في الآخرة، ثم تحدث عن ماذا؟ عن أحوالهم في الدنيا. ثم تعطينا الآيات أيضا تأكيد على أن الله سبحانه وتعالى حين يوالي أهل الإيمان فهذا من منطلق المشيئة الإلهية التي لا تحدها حدود، ومن منطلق المشيئة الإلهية التي لا يجب عليها شيء. يعني الله لما يولي أهل الإيمان ده فضل مش واجب عليه سبحانه وتعالى، فهو المعطي والمانع. فيقول الله سبحانه وتعالى أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمن. الله هو المعطي وهو المانع. يعني من البداية من الأزل الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون في الكون من يعطيه ومن يمنعه، فالكل لم يخرج عن إيه؟ عن إرادة الله سبحانه وتعالى. ثم ربنا لما بيوالي أهل الإيمان في الدنيا أو في الآخرة يفعل ذلك من منطلق المشيئة المطلقة لا من منطلق الوجوب عليه سبحانه وتعالى. أولم يعلم، يعني ما حدش يقول والله أنا والله من أهل الإيمان يجب على الله أن يواليني، أو أنا والله أطعت الله يجب على الله أن يعطيني، أو أنا أطعت الله في الدنيا يجب على الله يدخلني الجنة. لا، فيش وجوب، الله لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى. أولم يعلموا أن الله لا يجب عليه شيء، هنا بمعنى إيه؟ بمعنى أنه غير مجبر على الفعل سبحانه وتعالى، لكنه وعد. لاحظوا في فرق، لكنه إيه؟ وعد، وهو لا يخلف الميعاد، لكنه وعد بالرحمة وهو كتب على نفسه الرحمة. طيب إذن إيه؟ لما ربنا يوالي أهل الإيمان ده بيحصلش بصورة آلية، لا، في مشيئة لهذا، الله عز وجل كتب على نفسه ذلك، لم يجبره أحد على فعل ذلك. لما يحاسب أهل الإيمان ويدخلهم الجنة من غير وجوب، واضح كده؟
إذن إيه أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم تتوجه الآيات الآن لبيان سعة رحمة الله، يعني كأن الآيات بتقول لأهل الضلال المخاطبون بهذه الآيات ارجعوا إلى ربكم ستجدون الباب مفتوحا مهما أسرفتم على أنفسكم، الإسلام يجب ما قبله. هتقول لي قبل الإسلام أنا قتلت، أنا سرقت، أنا شربت الخمر، أنا فعلت أنا فعلت أنا فعلت، باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح. هتقول لي والله أنا مسلم لك أنا فعلت وفعلت ما في شر إلا وفعلته، يقول لك لو تبت إلى الله لتاب الله عليك. فربنا بيفتح الباب مش بيواربه، عارفين أنتوا باب الموارب اللي هو يدوب، لا ربنا فاتح باب التوبة على مصراعيه، فيقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب يبقى إذن ربنا الآن ماذا يفعل؟ يبين لعباده سعة رحمته بحيث يستطيع كل إنسان أو كل مكلف أن يكون من فريق الحق الذين يواليهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. يعني لما حد يسمع هذا الكلام يقول أنا كده بقى إيه خلاص، يعني أنا كده من أهل الضلال وصرت كده من أتباع الشياطين في الدنيا وفي الآخرة، نقول له أبدا أبدا، تستطيع أن تكون من حزب الله أو من أولياء الله في الدنيا والآخرة في أي لحظة أنت عايز، طب إلى الله ترجع إلى الله، إذا ما كنتش مسلم ادخل الإسلام وتب إلى الله وإلزم الحدود الإلهية تكون من أولياء الله في الدنيا والآخرة أو ممن يواليهم الله في الدنيا والآخرة، فالباب مفتوح. طيب كيف يبقى إذا كان الباب مفتوح ورحمات الله موجودة مش ربنا هيفتحها لسه، ده هو ربنا كتب على نفسه الرحمة، وربنا سبحانه وتعالى أول ما خلق خلق الرحم وقال جعلت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، وربنا سبحانه وتعالى جعل اسم الرحمن مهيمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فالرحمة الإلهية مهيمنة على سائر زي يقول العلماء الأسماء والصفات، الرحمة صفة مهيمنة على سائر الأسماء، يعني إذا ربنا أحيا فيها رحمة، طب إذا ربنا أمات فيها رحمة، طب إذا ربنا أعطى فيها رحمة، طب إذا ربنا منع فيها رحمة، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى إذن الرحمة إيه؟ مهيمنة، اسم مهيمن، واضح؟ طيب يبقى إذن الرحمة موجودة أبدا. طيب إذا كانت الرحمة موجودة أبدا فإحنا واجبنا إيه؟ قال لك واجبنا هو التهيؤ، الاستعداد لتلقي الرحمة، زي الأرض، زي الأرض اللي بنهيئها لنزول المطر عشان تنبت، نشتغل في الأرض ننقيها من الحشائش، نضع البذور، نشتغل عليها كويس، نقسمها نخططها، ثم إذا نزل المطر وجد أرضا مستعدة أنبتت. فأنت نفس الكلام، كل اللي بتعمله أنك تتهيأ وتستعد لتلقي رحمات الله. طيب كيف نتلقى رحمات الله؟ السورة في الدينة أربع حاجات، سورة الدين أربع حاجات. أول حاجة عدم اليأس من رحمة الله، يبقى أنت إيه عشان تنالك الرحمة الإلهية أول حاجة لازم تنفيها من قلبك ماذا؟ عدم القنوط، والقنوط من رحمة الله كبيرة من الكبائر، الكبيرة دي إذا حصلت وتمكن الشيطان من الإنسان وأقنعه إنه خلاص مفيش فايدة وإنه إنسان سيء وإنه مفيش منه رجاء و إلى آخره، هذا الإنسان الذي سيترتب على ذلك أن يكون إنسان أسوأ مما هو عليه الآن. فلذلك ربنا يقول لك اوعى هذا الإحساس يتملكك أبدا. وقصة الرجل الذي قتل 100 نفس معروفة مش كده؟ فإذا لا تقنطوا، ده إيه مفهوم لازم يكون إيه مصاحب لنا أبدا مهما عملنا الله رحيم. طيب يبقى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لن يعجزه سبحانه وتعالى إنه يغفر ذنوب عباده
طيب إن الله يغفر الذنوب جميعا، شوفوا جميعا دي يعني كل ما يسمى ذنبا الله يغفره، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوفوا الآية كلها إيه؟ صفات رحمة أو راجعة على الرحيم سبحانه وتعالى. يعني يقول لك يا عبادي، يا عبادي، إن ده في حد ذاته في تلطف وفي رعاية. قل يا عبادي يعني أنتم المختصون بي. يعني لما أنت تنادي بابنك تقول له يا ولد غير لما تقول له يا ولدي، يا ولدي أنت تبعي، أو يا ولد غير لما تقول له يا ولدي. لما تقول له واحد يا شيخ أو يا شيخي، مش كده؟ يبقى إذا أنت لما تنسب حد لنفسك دي فيها نوع إيه؟ نوع قرب. فربنا هنا بينادينا بصفاتنا ثم ينسبنا ويضيفنا إلى نفسه سبحانه وتعالى حتى يفتح الباب لنا. هنروح فين؟ إحنا مالناش غير ربنا. فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا لا على ربهم. يعني أنت كده لما تجيب ابنك وتقعد كده تقول له يا ابني اللي أنت عملته دوت مش مصلحتك، فأنت إيه بتكلمه بود وبحب وبخوف عليه هو، فيقول لك إيه أسرفوا على أنفسهم، برضو إيه رعاية وحنان وعناية إلهية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شوفوا بقى كلمة إيه الرحمة، وبعدها جاب يغفروا، وبعدين الغفور الرحيم، أربع كلمات في آية واحدة. غير الإشارات لما يقول لك يا عبادي ينسبنا إلى نفسه سبحانه وتعالى، وبعدين الله الرحيم، وبعدين الله مرة كمان، وبعدين إنه هو أربع مرات كمان، أربع مرات، مرتين بالإظهار ومرتين بالإضمار. الله ذكرت مرتين، رحمة لا تقنطوا من رحمة الله إن الله، هذا الاسم أهو ظاهر، وبعدين يضمره فيقول إنه هو الغفور الرحيم. يبقى لله عز وجل رحمات ظاهرة وباطنة، لله رحمات ظاهرة وباطنة. يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى الشرط الأول لتلقي رحمات الله إيه؟ عدم اليأس. اثنين الرجوع. الخطوة الثانية آمنت أن الله عز وجل غفور رحيم ارجع. فقال وأنيبوا إلى ربكم. الإنابة قلنا معناها ماذا؟ معناها الرجوع. وأنيبوا إلى ربكم. طيب بعد الرجوع يطلب من الإنسان أنه يستسلم لمراد مولاه. رقم ثلاثة الاستسلام لمراد الله سبحانه وتعالى. الاستسلام ده يشمل إذا كان الإنسان كافر يسلم، إذا كان الإنسان مسلم ينوي الاستقامة. يبقى أنت كنت مريض اختصار بس كده، يقول لك لا في أمل هتخف تمام، بس أنت تعال اكشف، جيت تكشف خد الدواء وامشي عليه، واضح كده؟ يبقى إيه عدم اليأس، الإنابة، الاستسلام الذي يقتضي ماذا؟ أن تفعل المأمورات وتجتنب ماذا؟ المحذورات. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. ثم بعد ذلك الاتباع أحسنتي واتبعوا. طيب كيف، ما هو المأمور أصلا؟ يعني فكرة الاستسلام حاجة وأستسلم في ماذا حاجة تانية، أو كيف أستسلم حاجة تانية. فأنت لازم الأول قبل ما تقول لك افعل ولا تفعل، وده اللي بيقع فيه كثير من الناس أو كثير من الدعاة أو الوعاظ أو الخطباء أو كذا، لما يجوا يكلموا الناس يكلموا الناس في الأوامر والنواهي مباشرة افعلوا كذا، فيجي الناس ليه نعمل كده يا شيخ، فيقول لهم علشان كذا كذا كذا.
ليه كده يا شيخ؟ عشان كذا كذا كذا. بدون تقول لهم تعال انت عندكم مشكلة في ان الله واجب ان يطاع ولا في ولا مفيهاش مشكلة دي عندكم؟ هل واجب ان نطيع الرسول؟ هل انتم مقتنعين ان انتم لازم تسمعوا كلام الله والرسول؟ فاحنا فكرة ان تكون مستسلما دي حاجة، وبعدين طريقة الاستسلام دي ايه؟ حاجة تانية. فانت لازم تصحح الاول فكرة الاستسلام. ليه؟ ان في ناس تدخل الى الدين واوامره واوامر الدين لا بنية الاستسلام، ولكن بنية اني هشوف اللي يناسبني، هاخد من الدين ايه ما يناسبني. فلذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي. فلازم قبل ما تقول للناس افعلوا ولا تفعلوا نصحح عندهم المبادئ. المبادئ استسلموا، ونتناقش في الاستسلام وأهمية الاستسلام، وإنك لا يجوز أن تكون رب نفسك، ولن تعرف مصالحك لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن الله أعلم بك من نفسك، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءك بما يصلحك في الدنيا والآخرة، و و و و و و ونأكد على الفكرة دي. يقتنع بها الشخص نقول له أيوة افعل ولا تفعل. إذن إيه؟ الاستسلام حاجة، ثم كيفية الاستسلام حاجة تانية خالص. تمام؟ كيفية الاستسلام هتكون بماذا؟ باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتالوج في الاستسلام ماذا نفعل؟ ماذا نفعل هو ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. لاحظوا أنه في الآية اللي بتأمر بالاتباع والآية اللي بتأمر بالإنابة والاستسلام بتحذر من عدم قبول ذلك. يعني أنت ممكن إيه تقول أنا مش يائس من رحمة الله لكنني لن أنيب ولن أستسلم ولن أتبع. طيب إيه العاقبة؟ العاقبة إنك إذا لم تنب إلى الله سبحانه وتعالى تستسلم سيأتيك العذاب، ثم لا تنصر، ثم لا ينصرون، ثم لا تنصرون، يعني لن يجدوا لهم ناصرا غير الله سبحانه وتعالى ينصرهم، يعني لا ناصر لهم. طب إذا لم أتبع من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، يبقى في الآيتين تحذير من ترك الإنابة والاستسلام والاتباع. يبقى كأنها بتأمرك وفي نفس الوقت إيه؟ بتحذرك حتى لا تميل عن هذا الطريق إذا اخترته بعد ذلك. ليه؟ لأنك إذا أنبت إلى الله في احتمال أنك بعد شوية الشياطين تضلك مرة أخرى، إذا استسلمت في احتمال بعد شوية أنك تكسل، إذا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم في احتمال بعد شوية أنك تتراجع. فدايما بيقول لك اياك ان تتراجع، اياك ان تتراجع عن الانابه، اياك ان تتراجع عن الاستسلام، اياك ان تتراجع عن الاتباع. ففي تحذير من ايه؟ تحذير من التراجع عما اخترته من طريق. طيب واتبعوا احسن ما انزل اليكم ربكم من قبل ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. لماذا؟ لما يدعون الله عز وجل الى رحمته. يبقى ربنا هنا في هذه الايات بيّن لنا سعة رحمته، وبيّن لنا كيف نحصل هذه الرحمة عن طريق أربع حاجات. بيان أو إيه الأربع حاجات دولت؟ عدم اليأس، الإنابة، الاستسلام، الاتباع. ليه يا رب ترحمنا قوي كده وفتحنا الباب قوي كده؟ لماذا تفعل معنا ذلك؟ لماذا يدعون الله عز وجل لرحمته؟ لثلاث حاجات. قال أن تقول نفس، يعني حذرا خوفا من أن يكون هذا هو المصير، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يعني حتى لا تتحسر نفوس العباد على التفريط في جنب الله. إيه جنب الله؟ حق. إياك أن تتوهم فيما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أو ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الفاظ المعنى البشري. يكتفى من كلمة جنب اللي هو الايه؟ الجنب. جنب الله يعني حق الله. طيب يبقى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين المستهزئين.
يبقى أول حاجة لماذا يدعو الله رحمته حتى لا نتحسر على التفريط في حقه. اثنين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، حتى لا نندم على عدم الاهتداء. فإحنا سبل الهداية الآن متاحة وموجودة ولن تكون كذلك طيلة الوقت، فسينقطع بنا العمل بعد الموت. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. رقم ثلاثة، حتى لا نتمنى الرجوع ولا رجوع. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، طب أرجع مرة كمان، يمكن أحاول مرة كمان، يعني أرجع الدنيا وسأطيع في الدنيا، هيهات. يبقى إذن إيه؟ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي، حصل وخدت فرصتك، بلى قد جاءتك آياتي، القرآن وغيره من الآيات الدالة على الله سبحانه وتعالى، فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وكنت، شوف هنا بصيغة الايه؟ الماضي. معنى ذلك ان هؤلاء لو اتيحت لهم الفرصة ان يرجعوا الى الدنيا سيختارون ما اختاروه الان مرة اخرى ومرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة. وكنت من الكافرين، يعني الكفر كنت متأصل فيك. علشان كده العلماء قالوا، يعني في إشكالية كده بعض الناس بيسألوا فيها دايما، إنه إذا كان الإنسان عصى الله سبحانه وتعالى مثلا 60 سنة، ليه ما يخشش النار 60 سنة زيهم؟ ليه أبد الآبدين؟ قال لك لتأصل الكفر فيه، فالكفر فيه مؤبد فاستحق العذاب المؤبد. كذلك المؤمن، لماذا يطيع المؤمن ربه لحظات أو سنوات ثم يستحق بذلك العذاب الدائم؟ ليه؟ لأنه الإيمان فيه إيه؟ متأصل مؤبد، يعني هو مؤمن بالله، ده معنى سيظل موجودا. يحب الرسول، ده معنى سيظل موجودا. هو التاني مستكبر على الله، ده معنى فيه سيظل موجودا، فيستحق بخلود المعاني التي فيه خلود العذاب أو خلود إيه؟ الخلود النعيم. يبقى إذن بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. يعني سورة الزمر، نكتب كده الحدث مع بعضنا. احنا قلنا ايه؟ الله هو الحكم بين عباده، حكمه عدل. بعدين قلنا حال أهل الضلال في الآخرة وفي الدنيا. ثم بعد ذلك أهل الضلال نموذج مكرر يعاقبه الله بظلمه. ثم الأمر بيد الله والمعطي المانع. ثم بيان سعة رحمة الله الشاملة لأهل الضلال بشرط عدم اليأس من رحمته، الإنابة، الاستسلام، اتباع
الباب. ثم بيان السبب الذي من أجله يدعون الله إلى رحمته. حتى لا نتحسر على التفريط، حتى لا نندم على عدم الاهتداء، حتى لا نتمنى الرجوع، حتى لا نتمنى الرجوع ولا رجوع. طيب، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.